أصدقائنا اليوم جناكم فيديو جديد هو عبارة عن تحدي خدع التيك توك. اليوم هيكون التحدي زي ما أنتوا طلبتوا فيه، يعني متابعين طلبوا مني نعمل تحدي التيك توك. نشوف كيف هتطلع التجارب اليوم. تسألوني ليش رهف؟ بس قبل ما إحنا رهف ما هي معانا اليوم لأنه هي في بيتها يعني بغزة، إحنا برفع. المهم مو مشكلة، التجارب ما فيها تحدي كتير، بس كده يعني عبارة عن تجارب. طبعاً بدنا لايكات كتير للفيديو، يلا كلكم حطوا لايكات عشان نعمل لكم فيديوهات اكثر واكثر. وطبعا اللي مو مشترك بقناتنا يشترك بقناتنا عشان نعمل له فيديوهات اكثر. يلا نبدا التجارب، وقبل ما نبدا التجارب لا تنسوا اللايك شير سبسكرايب. يلا هلا مع اول تجربه. ايش هنعمل اول تجربه؟ الله اعلم. كلام الطائف اظن كتاب الطائف. هنعمل كتابه تجربه، المفروض ان احنا نكتب على صحن بقلم صبوره وبعدين نحط عليها ميه تروح تطوف. هنشوف التجربه هذه صح ولا غلط، هتمشي ولا ما هتمشي. هاي عندنا صحن، طبعا قلم لازم يكون ايش؟ اسود يا ازرق. قلم صبوره مو قلم عادي. انا الصحن والميه. هنرسم ولد. رسمت والله العظيم رسمت خروف. عمال اقول لكم هذا ولد، هذا راس بلد، حرام عليك تشوهت. هيك؟ ايوه. لا يحيى حط المي. التجربة هذه عشان تنجح لازم الولد هنا يجف. الحبر يجف، يلا كب مي نشوف. على الجنب مش عليه. لازم تحط بسرعة. أي بدي يطلع. شوفوا كيف بطلع. يا بطلع. لازم. راسه طلعت يلا. لا والرايح. عوجة. تعالينا. روحينا. يلا. رجله خربت. المهم طلع ولد عوجة خلاص، بس مو ما يهمكم، هذا حط رجل على رجل عادي. خلاص هاي طلع. هاي خربطنا. هاي الولد شفتوا كيف محلاها. هنعيد التجربة تاني. يلا يلا كوب مي. بسم الله. خلاص هاي بطلع لحاله. يلا التجربة هاي فشلت يمكن. هيو طلع كويس. خلص لا سيبه. لا احنا عملناها قبل مرة وطلع عندنا ولد صغير ولد كبير، وعملت قصة هورجيكم اياها هلا. يلا بس هيها التجربة ناجحة، الولد طلع من ايش؟ الله. صار في عندنا كتابة طائفة. كتابة بتسبح. هنا رسمنا واحد كبير وواحد صغير. يلا بسم الله. ويط بطلع 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 بطلع. وين الصغير طلع؟ لا طلعوا التنين. أيهم زبطت. كيف؟ حلو بالمرة. يلا سلموا على بعض. يلا الأم ستوصل إلى ابنها. يلا 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 يلا. ليش يدروا إن أولاد سمكة؟ الأم ما بدها توصل لابنها. روحي يلا لازم بالإجبار. وانتهت القصة أنها الأم لن تعود أبدا إلى ابنها. خلاص حتودك. خلاص موت الولد. إيه وصلت الأم إلى ابنها وعاشوا حياة جميلة إلى آخر الزمان. وتوتة توتة خلصت الحدوتة وإلى خدعة أخرى. يلا الخدعة اللي وراها. كيف التجربة؟ حلوة كتير. هلا طول اليوم واحنا ايش هنشتغل في الموضوع، هنكتب ونخلي الكتابة تطوف. حلوة. التجربة هذه ناجحة. هلا التجربة الثانية هنخلي ايش؟ الورقة الشاي شو اسمه؟ الفتلة. فتلة تطير. الورقة هذه تطير بس لازم. طيب يلا هلا ايش هتعمل فيها؟ هنفكها. لا ايوه نشيلها. حتى انا اعملها قدام الكاميرا ونقص اللي فوق. طبعا هنجيب يحيى. خربطتها يحيى.
نجيب الفتلة ونقص الدبسة الدبسة من فوق. هنقصها من فوق زي كده. بعدين نحط هذا الشاي هنا. بعدين يلا حط الشاي. كده 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 نحطه. بعدين نفتحها ونحاول نوقفها. هنشوف هتطير ولا لا. طبعا هذه التجربة مش لازم واحد كبير يكون جنبك. ايوه ماما تكون معاكم وانتوا بتعملوها. شوفوا شطي. يلا يلا هيا. اوه طارت فوق خالص خالص. بس انت تمسك بدنا نعملها ثاني مرة عشان نصورها وهي بتطير. طيب 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 يلا بسم الله. بس 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 لا 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 كيف يا الله ما شاء الله. لا هذه مرة ما طارتش خالص الا هيها بتطير. بس هي بتطير لأعلى حاجة. قبل شوية لما اول مرة هلا بتنزل بهدوء. بس انها كيف التجربة؟ عشان اخف من الريش. حلوة بتجنن طبعا. هلا هو الاقي اكياس الشاي مخلصة عندي. بس ايوه يستفيد منه. ايوه تستفيدوا منه بس ممنوع اللعب بالنار. التجربة هذه ما هي حلوة بالله ما يكون واحد كبير. يلا هلا التجربة رقم بس خطي لك قصدي. تجربة رقم كم؟ ثلاثة. يلا نرجع نروح نطلع فوق السطح بكرة ونمسك كيس شاي هيك ونولعها ونطير في الجو. لا بس حلو المنظر في الليل. ان شاء الله بنجرب الموضوع. هلا التجربة الثالثة. التجربة رقم ثلاثة. طبعا التجربة رقم ثلاثة بيقول لو انت حطيت مرطب وين؟ شفايف على حلقة. مرطب شفايف على هنا بالمنطقة هذه. قول لهم المنطقة ايش؟ هذه. لو اكلت تاكس ما هتحس بالحرارة. مستحيل. نجرب. مستحيل نجرب. طبعا عندي انا هنا مرطب شفايف اللي هو اللي بالعلبة. هيا نجرب. حط اعملها كده دلك من كده تحت. ايوه يلا دلكها خدي وانت يلا. مين الذكي اللي مخترع هذا؟ ما بعرف بالتيك توك معموله. يلا دلك. يلا واذا ما كان حسيتوا بالحرقان بكونوا كسبتوا انكم انتوا نعمتوا رقبتكم. صح. يلا خلاص هيكون الموضوع نفسي. ايش لو انتم ما حسيتوا بالحراره هيكون الموضوع نفسي. يلا اح لا كل كذب كذب بالعكس والله العكس. من صدى شوف احيا مش وش حالتين. طب انا اجرب. لا مستحيل بالعكس بحرق كثير والله. طب انا جربتها بالشطه نفع. حسيت انه لساني فيه تخدير. ها انا حطيت نشوف اجرب. انا حطيت انا بشوف. ايه هي كده تخليها فتره. ايه باللسان ما في حرقان. جربوا باللسان. هاتي لا باللسان. لا والله انا بلسه ماني حاسه حرقان. بس لما اول ما تنزل على حرق بصير في حرقان. والله صح صح والله مزعجوك. والله باللسان انا ماني حاسه بس بالحرق وبالحاسه. والله صح والله مستحيل. مستحيل انا جربتها بمعلقه شطه حسيت انه لساني ما حس فيه. تحس اول ما نزل على الحلق صار فيه حرق. تحس لما تاكس تيجي على لسانك تحسه لسانك مخدر. اللي بكل شطه صراع حلو بومباستك. لما نعمل تحدي بتحطوا كلكم وبتكذبوا بتكذب كثير. هو على فكره احتمال كبير انه هو كذب يعني تهيأ لنا انه ما بيحب. احنا بس عشان بدنا نشفى فمخنا فمخنا بقول بس هو على جد انا ماني حاسه بلساني حرام. بلساني ماني حاسه لا انا حاسه. يلا هلا يعني نص لانه موضوع نفسه. ايوه هلا تجربه رقم تال اربعة. كده تجربه رقم اربعة نشوف كيف. والله انها حلوه. لا هذا شيء اسطوري بس مفعول بروج صح يعني هل بصيح حرقني. ها انا بحب اكل هو الانسان لوين واصل. انا استفهم هو انت هو الانسان وين واصل.
هو ضايل مكان، ضايل مكان الحنجرة. ليك هذه الخضر هنا، خضر العرقية. صارت سنة دكاترة ما شاء الله. الخضر العرق. خضر العرقية قال معلش عصقتنا هم معلش شتو صارت. هان خد هذه العرقية ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. دكاترة وريني استلسانك. عندك مشكلة في الغدد العرقية. روح روح دارك. خد تاكد روح دارك. جديدة. التجربة رقم أربعة. أربعة. طبعا التجربة هذه يحبوها كثير الأولاد. إيش هي؟ إيش؟ فيري. نجيب فيري. أنا حبش الشيء حطه. نحط فيري. هنحط نجيب فيري ونحط فيري في الصحن هيا. أيوة. ونجيب بشكير. ايش هذا؟ ليش الشريطه؟ ايش البشكير؟ ايش البشكير؟ عارف ولا مش عارف؟ مش عارف. حط البشكير على الفيري. اختار رهف تذكره. خلاص هف هف. يلا انفخ من هنا. من الجهه الثانيه لازم صح؟ لا يعني حط عشان تبك ما يجي على الفيري. حلو والله حلو بس عشان البشكير لونه ابيض فما بين. رغم خلاص شاف حطيت رغم عليهم. لا لا يا اسماعيل زمان كنا بالماي تذكرت واحنا صغار كنا نعمل شنب. كنا نعمل شنب ونقول انا سانتا كلوز زيك. كنا نعمل زمان المهم التجربة. هاي التجربة مرة حلوة كثير. يلا يا جرب. لا طب اعملها ثانية يا اسماعيل. يلا حلوة افكم. كيف التجربة؟ روعة. نجحت. وهي تجربة جميلة طبعا مو للأمهات. تعالوا تعملوها. ممنوع تتعمل. هيدي نزلت لنا أزرق بالبشكين. كيف التجربة يحيى؟ حلو حلو كثير. يلا هلا طبعا تجربة التيك توك ناجحة. كل التجارب اليوم ناجحة ليش؟ يلا هلا تجربة رقم خمسة. خمسة. هنجيب صحن. طبعا هذه التجربة بما إنه في كورونا فتعملت كثير يعني في الفيسبوك وفي التيك توك وبكل حاجه بس احنا حابين نعملها برضه صح؟ عشان يوريك ان الصابون ايش بيعمل. ايوه عشان يوريك الصابون ايش بيعمل. ف هنجيب فلفل اسود. امشار ما تهز ما تهز الميه. هنحط فلفل اسود. فلفل اسود على الميه ملي مش راح نحط كثير. ايوه بس بس يلا نحط باصبعنا فيري. ايوه ونحط لا صح ننزل شوي كده ونحط كده ونمسك. واو زطات كده معناها ايش؟ انه الجراثيم والفيروسات هذه كورونا يعني؟ هذه كورونا. ايوه مع الصابونة بتبعد. انا نفسي اعرف ليش الفلفل الاسود بيروح على جنب. يا الفلفل الاسود فيه هو فيروس؟ لا طبعا هو ما بعرف التجربه. المفروض احنا نحطه بالاكل. احنا بنكب كب الاكل. لا المفروض احنا نقرا علميا ليش بيحصل كده. يعني هيكون في سبب فاهمين. بس التجربه بالمره حلوه. بس ما قلقت في الاسد مخلص برضه زي اسماعيل. تجربه اسماعيل هلا بتوسيخ المكان. هذه اسمها تجربه توسيخ المكان. هو اصلا خلص بالناس نلاقي لك اياه مخلص ولا مش مخلص. اي خلص هلا اخر تجربه. اخر تجربه طبعا هذه تجربه من اختراعي ما هي من تيك توك. شو هي هلا بنعملها؟ يلا يا يحيى قول لنا اخر تجربه. هاد جوله ايش الاخيره الساعه أخير أخير. جوله. تعودنا على التحديات. يلا ايش هي هاد الخدعه؟ عندنا منهجهم منهجنا هي تمسك ورقة زي كذا. لا انك هتخلي هذه الورقة ما تنزل المية. كيف؟ كذا. ايوه ونقلبها ونخليها افضل. ايوه انت قلت لك ماسكها مو مشكلة. ايوه ضلك هيك بقوة. يلا لف. ايوه 1 2 3 يلا ارفع ارفع. هي الورقة مسكت المية. اسحبها اسحبها. هي عشان الضغط. الضغط بيجي من هنا. أيوه. ضغط عليك. كيف التجربة هذه يا حموز؟ حلوة. 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 كيف التجربة هذه يا أولاد؟ بنكب المية من الكوباية. وهلا المية فجأة صارت مخلوطة بالطاولة.
تجربة رهيبة. هلا بدي تروحي كورونا. والله عامله شكل كورونا. يلا كيف التحديات؟ كيف التجارب اليوم؟ والله روعه. وهلا طبعا انا بدي انظف مكان الميه اللي نزلت بكل مكان. روحي اغسلي بشكيري. كيف التجارب اليوم عجبتكم؟ حلوه كثير. انت بدكم اعمل تجارب ثانيه مثل طبعا كده؟ التجارب هذا اليوم مثلك مثلك حلوة كتير إيه؟ طبعا لو مثلك يعني حاجة اسطورية في البابجي. والله كلمات غريبة. طيب هلا لو عجبكم هذا النوع من الفيديوهات اكتبونا في التعليق. اكتبونا في مش تعليقات الا في تعليقات. هو التعليقات انا بفتحها تاني يوم من نزول الفيديو، فانتوا علقونا تاني يوم من نزول الفيديو او بالصورة اللي اكتبوا لنا التعليقات اذا عجبكم هذا النوع من الفيديوهات ولا ما عجبكم عشان نعملكم فيديوهات اكثر اكثر ونخترع لكم خدع احلى. طبعا عجبهم الاولاد الخدع. يلا اذا اذا وصلتوا هذا الفيديو لا والله 200,000 لايك هو لكتنا قليله بس يعني انتم كرمكم جد انتم كرمكم وصلوا لنا هذا الفيديو الاكبر عدد لايكات وان شاء الله بنعمل جزء ثاني. وطبعا هنعمل جزء ثاني للاكل ان شاء الله الفيديو الجاي حيكون اكل ايوه خدعة شو اسمه هذا اكل التيك توك. يلا مع السلامه شوفوا الفيديو الجاي.